صافي بدينا. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة أخرى في بث مباشر من أمام المحكمة الزجرية الابتدائية، ومعنا تقني أسنان للأسف شديد. هادشي اللي وقع ليه جد خطير مع الكاتبة ديالو اللي خلاته تمشى للحج وبدات كتحيد في السنان وتركب السنان لعباد الله، وهذا الشيء راه خطير بزاف وتيوقع ماشي فقط في طب الاسنان، ولكن كيوقع لا عند طب العيون لا عند كيوقع، راه شفناه وقع في 20 غش بالنسبه لديك السيده اللي قالوا انها دقات برا اللي هي بيريمي الناس وعماه، وشفناه في طب ديال التجميل كتلقى وحده ما عندها لا درايه ما عندها دبلومات ما قاريه طب وكتدق للناس ها البوتوكس ها الفيلر ها الكلاصاج كتولي خارجه عليهم. كنعرفوا ان اي دومين خاص الانسان خصوصا هذا الدومين اللي كتكون عنده العلاقه بالحياه ديال الناس بالارواح ديال البشر، ما يمكنش لنا انني انا نجي ندير عمليه جراحيه وانا ممرض، وبالتالي هذا الشيء اللي وقع راه خطير جدا. خليكم معنا نتعرفوا على تفاصيل هذه الواقعه الصادمه. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معك عبد الحفيظ القاسمي متخصص في ترميم اسنان مدينه تيتملين. القضيه ديالي رائجه دابا في المحكمه ديال الابتدائيه ديال عين السبع ترجع ل 2023. كنت انا في الحج، رجعت من الحج تنتفاجئ بواحد الزبونه تاتي تتشكى واحد السيده كانت عندي لا مجرد عامله نظافه. عامله نظافه؟ عامله نظافه تتعقم تدير النظافه في الكابيني، حيدت لها السنان وخذات لها واحد 1600 درهم. كيفاش حيدت لها السنان؟ حيت عندها واحد نسيبه صانع سنان. ما عرفت انا كيفاش حيدات لي الله واش علمات من عندك؟ ما هي اصلا مجرد عامله نظافه بالنسبه للتعلام وداك الشيء، هذه حنا تنخلصوا بالدوله قوانين ديالها. واش دارت البنج وكل شيء؟ بالنسبه لي انا ما حاضرش الواقع. شنو قالت السيده؟ السيده قالت لك حيدات لي السنان وركبات ليها وعطاتها 1600 درهم وعطاها راجلها 100 درهم. كاين الشريفه انا ما كنتش حاضر كاع في المغرب، كنت خارج ارض الوطن. هاد السيده واجهتهم بجوج تتسب تتعاير، انا غادي نمشي غادي يعطيني حسابي. قلت لها شريفه ما جرى عليك حد، جلسي بلاصتك خدمي خدمتك. السيده ما دعتهاش؟ ما بيان سور دعيتها، لان شكايه فيها حنا بجوج، لان انا هو الممثل. ولا السيده ما عرفاتهاش هي عامله نظافه؟ لا ما عرفاتهاش عامله نظافه. شنو وقع لها الفم من دارت لها هكاك؟ هذاك الشيء ديالها انا ما ندخلش فيه حيت ما مصيبتهاش انا وما عنديش حق باش نهضر معاها، حيت اصلا جات عندي الكابيني ما كاينش انا. السيده شتي في الحج؟ كنت في الحج ما عارفش انا الواقعه. السيده مني حكات لي وسردت لي قالت لك راه عطيتها 1600 درهم حيدت لي صيبت لي لاباراي. السيده هضرت معها حبيا مع السيده بدات تتنفر تتغوت، مشات في حالاتها في اطار القانون. مشيت عندها قلت لها السيده المحضر ديال العون القضائي من اجل انك ترجعي للخدمه ديالك. تنتفاجئ بان المطالب في المحكمه الاجتماعيه ديال عين الحسني تطلب 60 مليون. 60 مليون خدمت عليها تكافحت عليها ووجدت علاش طلبت لك 60 مليون؟ لان قال لك مده ديال 10 سنين هي خدامه مع العين كاين الكابيني كله. طرد تعسفي؟ لا بالنسبه للطرد تعسفي زعما على اساس انها دعاتك على انك طردتيها طرد تعسفي. تنأكد وتنزم في هذه القضيه بان لا هي مني دعاتك على اساس انك طردتيها طرد تعسفي. ها وي قال لك طرد تعسفي كذا، مشينا حنا عطينا الادله عطينا لاسينيسيس باش خدم امتى خدمات والمسائل. امتى خدمات هي؟ في 2022. 2022 قلت لك عام ونص العامين. واخا ودليتوا لهم بالشكايه اللي دارتها السيده، واشنو دارت السيده؟ هذا محكمه اجتماعيه ما عندها علاقه بسميتها. لا ولكن ممكن انك تدعم الملف ديالك بان السيده الوقت اللي انا مشيت فيه للحج راه كانت غتقدر تسبب لي في وفاه احدى الزبائن في المكتب ديالي انا في هذا الموضوع انا ما حاضرش ليه، ما يمكنش ليا انا نهضر. السيده دارت شكايه؟ دارت شكايه، انا اللي درت شكايه. علاش؟ لان المصلحه ديالي انا مول المحل وانا اللي تنخلص الضرائب للدوله وانا المسؤول الاول في ذاك الكابيني. هاد السيده دارت داكشي من راسها، مشات حيدات، مشات بغات اكثر من التحيات، مشات طلبات 60 مليون من المحكمه الاجتماعيه. عطينا قلنا لها السيده راه فعلا خدامه واحد البيريو الاجتماعيه ديال الحي الحسني. اعطيناها لاسينيسيس. انتم المشاكل ديالكم كيفاش المحكمه الاجتماعيه ماشي المدنيه؟ لا الاجتماعيه ديال الحي الحسني. اعطيناها لاسينيسيس امتى دخلت امتى خدمات في اطار القانون ديالي انا قانوني. تم رفض الطلب. الاب ديالها مشى جاب واحد الشهود كاريه عنده لتحت سلام لاباس يلا مشي تشهد ليا. مشى عاوتاني عند واحد مول الثلاجات حتى هو كذلك مثال، مشى عند واحد مول التلفازات. هذوك الجوج واحد التحيه تيبقى عندي ديما في القلب. قال لهم الشريف انا ما شفتش واحد الحاجه ونمشي ليها حرام. قال لهم يلا شهدوا بان 10 سنين هي خدامه عنده وراه طردها طرد تعسف. هادشي راه كلشي راه اذا ما شهد ليه حتى واحد. شهدات واحده خياطه عنده لتحت، واحد جوج ما عمرني شفتهم، والله ما عمرني شفتهم. غير تيجا وقالوا الكلام حكمات علي انا في 6 مليون. انا 6 مليون ولا 60 مليون؟ 60 مليون اللي طالبه هي المحكمه حكمت في 6 مليون. 6 مليون حنا حولنا الملف من المحكمه الاجتماعيه المحكمه ديال عين السبعه
ميلر الرئيس دابا في المحكمه ديال عين السبعه اللي هو 12814 على 31/01/2024 اللي به جميع الادله ديال هذه السيده كانت خدامه ومسجله بالكاميرا وامتى دخلات امتى 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 غادرات بالتسجيل المشكل اللي يعني غادرات طواعيه كتقول طبعا راه التسجيل هي تتهضر ماشي انا اللي تنهضر انا مجرد مسؤول تما عند المسائل ديالها القانونيه انا كون مشات يعني طلبات واحد المده اللي خدمات فيها نحشم نقول ماشي مشكل ما باش طلب واحد المده 10 سنين يبقى في الحال والله ما والله ما داني نعس داك البيريود هذاك يعني جاتك بحال انها صدمه انت واش انا جاي من الحج باش نخدم واحد كافح وجد عركت عليها في الاخر بانت لي حفيظ درويش لي عمرها